الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. أهلا بكم. وإحنا بنتكلم على ست عندها تأخر إنجاب، في دور أو زوجين يعني عندهم تأخر إنجاب، في دور مهم جدا للراجل. الدور ده إنه يراعي الست بتاعته، إنه يقف جنبها لو هي السبب، ولو العكس لو هو السبب مراته لازم تقف جنبه. تقف جنبه بمعنى الكلمة، تقف جنبه دي كلمة يعني لا تفسر بجمل ولا بنصائح ولا ب يعني زي ما بيقولوا ايه، جمل نريد بها ان نصل الى ما يسمى بالترند، بالشهره. اقول جمله كده وواحد من الاصدقاء ياخدها يحطها في برواز ويقول فلانه قالت كذا كذا كذا، عشان تبين ان ازاي الزوج يقف جنب مراته او الزوجه تقف جنب جوزها. ما تصلح بيه او تعمل ازاي بالتربيه. سيبكم الكلام ده وخلينا نتكلم في العلم. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعة ميسينيا الإيطالية، دبلومة جراحات المناظير المتقدمة ودبلومة جراحات المناظير الدقيقة الفرنسية، وعضو الجمعية المصرية والأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بيك يا دكتور حبيبي. هل أنت جيت في حتة خطيرة. الميكروفون معاك. أنت بتحس بالحتة دي أكتر مني، وانت عندك ميزه ان انت يعني ما يعني ده مش مجامله بجد، انت ثقافيا ما شاء الله عالي جدا، وفي نفس الوقت كمان انسانيا بحس ان انت بتبقى انفولف بالمرضى. مش ما في نوعين مننا، في ناس بتبقى انفولف بالمرضى، في ناس علميين، والعلميين دول هم كده يعني طبيعتهم كده ما بتكلموش كتير اساسا. هو طبعا هو انت قلت هيك على نقطه مهمه اللي هو التربيه، طبعا هي دي الاساس. خلاص البيزكس لازم تحط في الاطفال وهم لسه في الحضانه على فكره. النقطه الثانيه كمان اللي هو الاحساس بالاخر، على فكره انت قلت كلمه كويسه جدا على فكره، ودي لازم تكون موجوده. احنا عندنا كارثه في الاحساس بالاخر. طبعا يعني دايما عارف برضو اللي خلق عدم الاحساس بالاخر ايه؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا، السوشيال ميديا خلت اي حد يكتب اي حاجه ولا يكتب اي حاجه ولا اي حاجه. النقطه الثانيه كمان هو انا دايما لما اجي اكلم مريض في حاجه، مثلا انت اتاخرت عليا في العياده، مثلا اتاخرت ليا يا دكتور، هقول لهم بقول لهم كلمه واحده بس، هو لو مرات حضرتك في العمليات هينفع اسيبها عشان انزل اكشف على حضرتك على حد تاني؟ يقول لا. طب خلاص، ما انا مش قاعد بتفسح. فهو دايما لو الشخص بيحس بالاخر هتلاقي دايما الدنيا ماشيه بيس على فكره. دايما بيحط نفسه مكان اللي قدامه. مكان اللي قدامه دي مهمه قوي. طبعا عمرها النهارده كيسز وكيسز برضو منها حاجات مستقاه من صفحاتك، مرسوله لصفحاتك او من دفتر احوال السوشيال او الفيسبوك عموما في الجاينة. عمرها 33 عام، لم ترزق اطفال، اخذت منشطات، لم يحدث حمل. هل ممكن تعمل حقن مجهري وتحديد جنس المولود في عمليه واحده؟ طبعا، بس هو طبعا الازهر مطلع الفتوى اللي هي تحديد نوع الجنين للي عندهم اطفال. اوكي، عنده بنات وعايز ولاد، او عنده ولاد وعايز بنات، لكن اول عمليه حقن مجهري عشان احدد نوع الجنين لا، دي ممنوعه طبعا. الا في اضيق الحدود لو في مرض وراثي خاص بنوع معين من الجنس، فده ممكن احدد له نوع المولود. فدي فتوى الازهر، اعمل عمليه الحقن المجهري وعندك اطفال وعايز تحديد نوع الجنين، ماشي، غير كده ممنوع طبعا. بتعاني من ضعف في بطنه الرحم، راحت لدكاتره كتير قالوا لها ما في الانجاب. دي حته انا دي مهمه قوي، بس عايزين نقف قدام ضعف يعني ايه الكلمه دي برضو بيني وبينك انا ما اعرفهاش. ما هو في نقطه البطنه الرحم، عشان نقول بطنه الرحم دي جيده بيبقى فيه ثلاث حاجات، السمك واللون والشكل. طيب هل الضعف اللي موجود ده ضعف في السمك؟
اللي هي بطانه الرحم لا تتعدى 7 مللي، هي طبعا بطانه الرحم الجيده بتبقى من 7 مللي ل 14 مللي. لو اقل من 7 مللي دي مشكله في الخلايا مش قادره توصل للسمك اللي انا عايزه. طيب علاجها ايه؟ علاجها حقن بلازما في جدار الرحم في الدوره الشهريه اللي انا قبل ما ابدا فيها حقن مجهري. ده مش عايز اقول لك اللي هو هيحسن لي سمك بطانه الرحم، ده هيحسن لي شكل بطانه الرحم كمان. ودي حاجه كويسه جدا بنعملها بالمنظار الرحم. السيده بتيجي الصبح بدري بناخد منها الدم وبنجهزه بطريقه معينه عشان احنا بناخد البي ار بي اللي هي بليتليت ريتش بلازما، اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح، وبنحقنها في الخلايا المكونه لبطانه الرحم. الشهر اللي بعده مريضه تانية خالص ونشوفها كتير، وطبعا دي رساله الماستر بتاعتي اصلا. هل التجميد يؤثر على جوده الاجنه؟ ده سؤال مهم قوي، وده سؤال انا بحترمه، يعني ما حد يكلمنا عن التجميد وعلاقته بجوده الاجنه انا بنظر للسؤال ده بتقدير. هو بيؤثر. يؤثر. بس هو هل يؤثر على الجنين كوظيفه؟ لا، ما بيؤثرش على الجنين كوظيفه. خلاص؟ هل يؤثر بنسبه 100%؟ لا. نسبه تاثيره بتبقى 3-4% من الحالات بس، يعني فرض مثلا انا مجمد مجموعه فيها 5 اجنه. خلاص؟ الخمسه ممكن كلهم يطلعوا كويسين. ممكن يطلع 3 كويسين و2 ممكن مش كويسين. نادر قوي لما الاقي 5 مش كويسين. عشان كده احنا لما اجي مثلا سيده راحت تجمد اجنه وراحت تجمد جنين، بعرفها الجنين ده انا مجمده له ظروف خاصه. خلاص؟ بفضل اني اجمد 2 أو 3 أو 4. طيب هي السؤال بقى الاوقع، هل فتره التجميد تؤثر على جوده الاجنه ولا لا؟ ده السؤال الاوقع. لا، لا تؤثر. الفكره بتبقى فكره التجميد نفسه. انا لو عندي مجموعه فيها 5 اجنه خلاص وجمدتها النهارده وفكتها بكره لقيت 4 اجنه كويسين وجنين وحش. لو المجموعه دي اتفكت بعد 100 سنه الاربعه دول برضه هم كويسين والواحد هو الوحش. يعني فتره التجميد لا تؤثر تماما 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 على ايه؟ على جوده الاجنه. لكن هي الفكره في التجميد نفسه في حد ذاته ممكن يؤثر على الاجنه. السؤال اللي بيفرض نفسه بقى واشرح لنا السؤال ده اللي بيسموه السؤال اقول ايه منذ القدم بساله، الافضل الجنين نقل الجنين في اليوم الثالث من الفيرتلايزيشن ولا في اليوم الخامس؟ واشرح لهم ما معنى اليوم الثالث والخامس. يزعلوا مني. ليه يزعلوا ليه؟ ده سؤال بيسموه سؤال ايه منذ القدم. ده اهلي وزمالك. لا، وانا بساله من سنه 2015. من سنه 2005 اصلا. ما بنقلش لا يوم ثالث ولا يوم خامس، انا بقى يوم رابع. ماشي. طيب هو ايه الفرق بين الجنين يوم الثالث واليوم الخامس؟ اليوم الثالث هو انا بحقن الاجنه النهارده، ده دي زيرو. خلاص كده الاجنه بتبدا يحصل فيها انقسامات، بيبدا يتكون الجنين، بهتم بيه من اول يوم الثالث. يوم الثالث ده بيديني الدنيا اخبارها ايه. طيب الجنين ده شكله حلو بس ما دخلش في مرحله البروجريس، في مرحله تانية، مرحلتين تانيين ناقصني اللي هي الموريولا والبلاسوسيست. بلاسوسيست ده اللي احنا بنسميه راس الحربه بتاع الفريق، اللي هو الجنين ده كويس. خلاص؟ طيب ايه الميزه بين اليوم الثالث واليوم الخامس؟ الميزه لو هنقل اجنه فريش، لو هنقل اجنه طازه مش هجمد. خلاص؟ الميزه اللي عندي بطنط الرحم بتاعتي اللي انا هزرع فيها، في عندي حاجه اسمها اندومترال ويندو، شباك بطنط الرحم، اللي هو لو قفل وزرعت عيل براس وايد ورجلين مش هيحصل حمل. تمام كده؟ فانا بحب بنقل اجنه بدري اللي هي اليوم الثالث. طب هل اجنه اليوم الثالث افضل اليوم الخامس؟ لا، اليوم الخامس قولا واحدا. اللي وصل اليوم الخامس ده جنين كويس وصفاته الجينيه ان شاء الله بتاعته كويسه. اليوم الثالث ميزته اللي انا هنقل يومين بدري على بطانه رحم قبل ما الشباك يقفل. لكن لو انا هنقل اجنه مجمده يبقى يفضل عندي اليوم الرابع او الخامس. خلاص استنى، كده كده مش هنقل، هستنى لحد ما اشوف الاجنه بتاعتي كويسه وابدا افحصها. تمام. بحب اليوم الرابع ليه؟ بحب اليوم الرابع اللي هو مسك العصا من النص، هو كده كده داخل في المرحله اللي بعدها ومبين لي الدنيا قدامي كويسه، وفي نفس الوقت زرعت على بطانه رحم يوم بدري شويه فالدنيا بتبقى عندي كويسه. في التجميد برضو يوم رابع او يوم خامس مش هتفرق بالنسبه لي، لان معظم الاجنه اللي بتوصل يوم الرابع معظمها بتوصل يوم الخامس. السؤال الجاي بتسال على ما يسمى ب هقول ايه؟ الاكياس الفارغه او الامتي بيسموها امتي فوليكل سيندروم. امتي فوليكل سيندروم متلازمه فراغ الاكياس. الاكياس.
طيب في الحالات اللي زي دي، لو الحاله عملت حقن مجاري وطلعت البويضات الاكياس فاضيه ما فيش ولا بويضه، دي بتبقى يا اما مشكله فيها هي خلاص، يا اما مشكله في التريجر اللي هو الحقنه اللي احنا بنديها بنسميها حقنه تفجيريه. اوكي. الجرعه ما كانتش مكافيه بالنسبه لها، او سحبنا بدري شويه، او سحبنا متاخر شويتين ثلاثه فحصل اتريزيا. فده في عليها علامات كتير. ايه اللي احنا بنعمله؟ بنعمل حاجه اسمها فراجيل اكس، تحليل كروموزوم اسمه فراجيل اكس. لو الفراجيل اكس ده في مشكله، يبقى ده السيده دي معظم الاكياس بتاعتها فاضيه. هي تطلع بويضات امتى؟ الله اعلم. بنعمل عمليه الحقن المجهري مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين لحد ما نلاقي بويضات. طبعا الموضوع ده مكلف جدا. تمام كده؟ طيب لو الفراجيل اكس بتاعها كويس وبرضه بتطلع، بغير بروتوكول التنشيط وبزود الجرعه بتاعت الايه؟ بتاعت الحقن التفجيريه وبسحبها بدري سنه. يعني مثلا انا بسحب مثلا عند 34 ساعه، اخليها عند 33 32 ساعه. بدي التريجر عند 17 مللي، بلاش استنى 18 19 20، بلاش. ليه؟ كده ممكن تخش حاجه اسمها اتريزيا، البويضات بيحصل لها اتريزيا، اتريزيا بتختفي بتتحلل خلاص كده، فبتدخلني في الموضوع ده. فدي بتبقى حاجه تكنيكال بقى، انا ايه بظبط الدنيا حسب الحلقه قدام. بس طبعا ده في الحالات الفراجيل اكس بتاعها كويس. سؤال بقى مهم قوي عن اجراءات الحقن المجهري، هل هي تفصيليه ولا بروتوكول ثابت؟ لا تفصيليه. تفصيليه. ده تفصيليه. تختلف يعني من حاله لحاله. بتفصل بدله. انا الحاله اللي عندها طبعا السن بيختلف، شكل المبيض وحجمه بيختلف، المشكله في الزوج ولا الزوجه بيختلف، السيده دي عندها تكيس على المبيض ولا ما عندهاش، عندها كيس شوكولاته ولا ما عندهاش، عندها بطانه رحم مهاجره ولا ما عندهاش، اللي بطانه الرحم بتاعتها كويسه ولا لا. لما تابعتها تبويض في الشهور اللي فاتت كانت البويضات بتاعتها بتطلع بدري ولا متاخر، البويضات بتاعتها بتوصل حجم كبير بدري ولا بتتاخر معايا، فانا بفصل التنشيط وجرعه التنشيط ونوع التنشيط حسب الحال اللي قدامي. عشان كده لو سيده جايه تقول عايز اعمل حقن مجاري الشهر الجاي، اقول لها لا يا حبيبتي ما ينفعش، الا اذا كان في ظرف قهري، سفر او حاجه. مبدئيا هدي علاج لمده شهر او اتنين، هيخلينا نتجنب بعض المشاكل اللي ما اعرفش عنها حاجه. تمام كده؟ زي جوده البويضه، بطانه رحم مهاجره مش عامله منظار، التهابات في بطانه الرحم من جوه، بطانه الرحم الدوره الدمويه بتاعته فيها مشكله، فانا بدي علاج بيحسنني لايه؟ حاجات انا مش عايز اكلفها واخليها تعملها وفي نفس الوقت بتجنبها. النقطه الثانيه كمان، بتابع السيده دي مره واثنين وثلاثه وبعرف الدنيا ماشيه عامله ازاي. هل الست دي يعني البويضات بتاعتها اصلا بتطلع ولا ما بتطلعش؟ بيكون لها فولوكلر سيست، اليوتيال سيست، الحاجات دي بتفرق معايا انا. خلاص؟ شكل المبيض في اول يوم الدوره بيفرق معايا فرق السماء والارض. لما ابدا مثلا والاقي البويضات اللي موجوده قدامي اللي هتطلع حجمها 2 3 مللي غير ما الاقيها 3 4 مللي، 3 ونص و4 مللي، بتفرق معايا في البدايه بتاعتي. الجرعه، الاستمراريه، فطبعا زي ما قلت لحضرتك بالظبط انا بفصل بدله على اللي قدامي. عندها هي 29 سنه، بتعاني من بطانه رحم مهاجره، متجوزه بقى لها سنتين، ما حصلش حمل. بتسال هل بطانه الرحم المهاجر هي سبب في تاخر الانجاب وايه الاساليب العلاجيه؟ من اسباب. ما هو حضرتك بطانه الرحم المهاجر دي من الحاجات اللي هي مش عايز اقول ملهاش مله. تلاقي حاله مثلا عندها والله يعني انا فعلا بستغرب كل ما اشوف حاله بطانه الرحم المهاجر، اي فعلا حرفيا عندي حاله لسه حامل من الاسبوع اللي فات، بقى لها اربع سنين ما بتحملش، فانا داخل بالمنظار تشخيصي. هي جايه تعمل حقن مجاري، قلت لها لا هنعمل منظار. فتشخيصي دخلت لقيت سبوتس ساتل اندوميتريوزيس، يعني حاجات لا تذكر كده. كوتها بعد ثلاث شهور من المنظار، حملت من غير ما ادي تنشيط كمان، يعني كان الشهر اللي ما اديتش فيه تنشيط وحملت طبيعي. في حين اللي فيه حاله ثانيه تلاقي اندوميتريوما 7 سنتي واتجوزت ثاني شهر حملت. خلاص؟ فبطانه الرحم المهاجره زي ما قلت اللي هي من الحالات اللي هي مش مرض صريح اقدر اقول اللي هو هيسبب لك تاخر الحمل، بس مجرد اكتشافه وحصل معاه التاخر في الحمل لازم يكون في تعامل. ممكن يكون في اسباب ثانيه، لازم استبعد الاسباب الثانيه، مشاكل الرحم، الانابيب، الزوج، في مليون سبب ثاني لازم استبعده، بس هو يكون معايا في المقام الاول في التشخيص وفي العلاج. عشان بالك بطانه الرحم المهاجره بتشبيه جه في دماغي دلوقتي، خده ده تبرع، هيعجبك قوي التشبيه ده. بطانه الرحم المهاجره انا في رايي انها اسد، والاسد انت ممكن تقابله في اكتر من سيتويشن،
ممكن تقابل اسد فهتخطف حيوان. اسد لطيف نايم كده قاعد هادي بس اسمه اسد، بس اسمه اسد، بس مستخبي خامل ولا بيعمل اي حاجه، لا بيهش ولا بينش. ممكن تقابل اسد في غابه في كينيا، اسد اللي هو ياكلك في لمح البصر من غير من غير كلام، اسد شرس جدا جدا جدا. ممكن تقابل شبل صغير اسمه اسد برضه، ما بيعملش حاجه، انت ممكن تحضنه وتشيله على ايدك وتمشي بيه ولا يعمل لك اي حاجه. فبتنت رحم المهاجر فعلا، ده حقيقي فعلا. It is a lion like lion like، يعني حسب سيتويشن، مش كلهم لاينز خالص. كلهم بطلت رحم مهاجر. يعني لو السيده جايه لي ومتجوزه مثلا بقى لها فتره ولقيت عندها كيس شوكولاته، ما بقولهاش تتصرف معايا، اصبري 6 شهور الاول. تاخد الشانس. تاخد الشانس بتاعته. نورت وابدعت. نور يا حبيبي. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير، ماجستير الحقن المجاري من جامعة ميسينيا، ودبلومة جراحات المناظير الدقيقة وجراحات المناظير المتقدمة، وعضو الجمعية المصرية والأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، كان ضيفي في واحدة من إبداعاتي في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة.